السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة طرطرشة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت إن شاء الله نطبق معكم الدروس، يعني تتمة ديال الدروس اللي فايت لينا ودرناهم. إن شاء الله بإذن الله غنديروا التطبيق ديال الورقة ديال تطوير المرمى، غنديروا زوقة ديال تطوير المرمى إن شاء الله، غنديروا حل ست. المهم كاينين تشكيلات هنايا غادي نخدموا عليهم ان شاء الله باذن الله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه دقه دقه. بالنسبه لهاد الورقه هذه راه طراسيطه صغيره، هذه غنديرها بالتدوار ديال المرمى، هذا هو النص ديال الورقه. اشنو كنديروا؟ كنجيبوا ديك الورقه، ها هي انفصلينا هاد الخط، هذا انفصلينا. اشنو كنديروا؟ كنكحزو واحد شويه، شوفوا صباعي كيف فين غاديين، غير تبعوا غير الاتجاهات وغادي تفهموا الطريقه. صباعي مايلين شي شويه، يعني ما بقاتش في الاتجاه عندي، غاديه بحال الا كنكحز فيها بحال الا غادي عندي ليمن. ها هي شنو كندير؟ كنبدا بسم الله، كنبدا وكنبدا كنطلق العراض بسم الله، العراض كنطلق كل العراض وانا كندور في المرمى، كل شي العبار كندور في المرمى. ملي كنحس راسي قربت نسالي كنطلع شويه، كنجبدها الفوق، يعني كنجبد المرمى الفوق، كنعاود تاني نزلها لتحت وانا كندور. انا كنخدم شويه باش تفهموا الطريقه. ملي كنحس براسي ان قربت نسالي كننقص شي شويه من السرعه، وكتجيني بحال هكا، كتجيني دائريه. انا نبدا معكم الاخرى كيف ما شرحت لكم هذا الخط، الاتجاه ديالي اللي عندي انايا. من بعد مشى مال ما بين اليمن وما بين اللي عندي. بسم الله نطلع الراس، نطلع الراس شويه وانا غادي كنميل يديا ونطلع شويه. ملي كنحس براسي قربت نسالي كنقص شويه العرض وانا دائما كنميل يديا. البنات تبعوا فقط غير الاتجاهات وتبعوا المرمى كيفاش كتحرك وكيفاش كيمشيو مع صبع يديا فقط، يعني الطريقه الحركه هي اللي غادي توجهكم. غنديروا الاخرى، هادو راه كبار وهادو صغار، نفس الطريقه غادي نتعامل مع هاد الورقه الكبيره كيف ما تعاملت مع الصغيره. كنضرب واحد شويه في الغرزه، يعني كل بلاصه كتضرب فيها شويه شويه شويه، ولكن راها متكوكه. البنات راه خدمت معكم بشويه باش تشوفوا الطريقه، لان الغرزه كتضرب في جوج جوايه. بالنسبه لهاد الزواقه هذه غادي نخدموها بحال الشكل ديال الاس، طريقتها سهله وبسيطه. انتوما كتمشيو بالرق بحال الا غادي تخدموا الاس، ترجمة
دايره بحال الشكل ديال التشنف. عندي هذا القوس هذا غادي نمشي معاه بشويه، يعني غنمشي معاه دقه دقه. اول حاجه ملي غادي نبغي نخدم القوس هذا، انا كنقول ليه القوس، كل وحده كيفاش كتسميه. غنمشي بالرق وانا كندور في المرمى، كندور انا غادي وكندور مع هاد التقويسه هادي. كنخدم وكنرجع لداكشي اللي درت، يعني الخدمه اللي درت كنرجع ليها، كنمشي ونجي. وانا ملي كنمشي كندور المرمى، ملي كنرجع كنرجع على داك الخيط اللي خدمت، داك العرض اللي خدمت. غادي ندور المرمى، كتديو المرمى وكتجيبوها وانتوما كدورو في المرمى، كتجي متقونه، كتجي ما نقولش لكم. كنخدم شويه باش يكون لكم الفيديو واضح. هاد العرض هذا كنحس براسي انني غادي نهبط، اشنو كندير؟ كنخطف واحد الخطفه باش تجينا التقويسه سهله، كنجيو ثاني كنخدموا عليها. هانتوما طريقه بسيطه وسهله، يعني خص غير التقنيات. مادام كتحطي قدام عينك واحد الزواقه كتفنني فيها كيف ما بغيتي. طريقتها سهله، راه دايره، شوفوا كيفاش دايره، دايره ومتقونه. غادي نخدمو ثاني هاد الزواقه هادي غادي نمشيو بحال الشكل ديال التشنف، غادي نرققو من هنايا وحنا كنعرضو بحال التشنف، كنعرضو وكندورو المرمى. يعني ملي كندورو المرمى كنجيب هاد التقويسه كنطلعو ونهبط ونعاود نطلع، ولكن غتطلع هاد التانيه غادي نطلق فيها شي شويه العرض وانا كندور المرمى. كندخل ثاني كنخرج وانا كنطلع المرمى وكندور المرمى، كنطلعها وكندورها، يعني كنطلعها كنكحزها اليمين. هانتوما وانا كندور المرمى، والمرمى راه غير بصبيعات يديا باش كنتحكم فيها. ملي تنبغي نهبط كنقوس، كندير ليه ديك الفورمه ديالو، نفورميه ونخرج لهاد الجنب ونخرج للتحت. ملي كنبغي نمشي مثلا كنمشي، ها هو القياس اللي باش غادي نمشي، ها هو هذا هو القياس باش غادي نمشي، عرض هذا عريض. ولكن ملي كنكون هابطه انا كنكون هابطه شاده واحد العرض، ولكن غير كنحس براسي قربت نسالي، كنبقى كنرقق بشويه بشويه. نعطيو القوس فورما، القوس دائما كيحتاج الفورما. غنخدم معكم هذا القوس هذا بحل سد، حل سد دائما البنات خدموه بالرقيق، يعني خدموه صغيور، حيت حل سد داك الصغيور هو كيجي زوين، وكنخدموه بزاف، كندخلوه في بزاف ديال الرشامي. ملي كنبغيو نخدمو حل سد راه كندفعو الركبه ديالنا وحنا متحكمين في فوق الموتور،
ويدينا كتحرك في نفس الوقت، كتحرك ما كنحركوهاش اكثر من الركبه. البنات الركبه كتديوها وتجيبوها، ديوها وتجيبوها، شوفوا البنات كيفاش كتحرك، كتديوها وتجيبوها، وانتوما كتحركوا يديكم قد ما كتحركوا الركبه ديالكم، كتحركوا يديكم باش يمشي حل سد غرزه غرزه. انا غادي نعاود نخدم معكم هذه، غندير هذا الاس هو الاول ديال حل السد. غتبداو بالرقيق، غتبداو بهذا الرويس رقيق، وانتم طالعين وانتم كتدخلوا كتاني كتطلعوا وكتعرضوا هذه المساحه، هذه كتعرضوها كتنزلوا كتميلوا المرمى تاني كتدخلوا لداخل وكتخرجوا، يعني في نفس الوقت كتخرجوا ملي تتبغيو ديروا هذه الجهه هذه، وانتم غاديين نفس العراض نفس العراض، ملي كتحسوا تقربوا بريوسكم قربوا تتساليوا، انتم غاديين وانتم كترققوا، يعني كتعطيو الفورمة ديالو. انا راه كندور دابا المرمى، انا غنمشي بشويه باش تفهموا الطريقه. جد سهله. بالنسبه لهذه الوريده هذه اشنو كنديروا؟ دائما بتدوار المرمى كنمشيو حتى نمشيو لتحت، كنمشيو لتحت بالرق، ملي تنبغوا ندورو كندورو بحال الشكل ديال الورده، حنا غاديين وكندورو كندخلو لداخل، تنطلعو ثاني وندخلو، نطلعو وندخلو، ونطلعوا ونهبطوا. الطريقه ديالها ما صعيبهش، كندور ثاني المرمى كنهبط
كنطلع، فانا بغيت كندخل وانا دائما فيكسيه شاده، واحد العرض اللي شاده. مثلا هاد الزواقه هادي كنديرو غير عليفه في الوسط، اللي بغى يعمرها عليفه فقط. كاينه تاني هاد بحالها وهي كتخدم بالتحرك ديال المرمى، يعني مشنفه، كنجيو كنديو يدينا وكنجيبوها، ولكن حنا كندورو المرمى. دائما تدور المرمى. ندخل ونطلع ثاني، نهبط ونطلع. راه بحالها بحال الشكل ديال التشناف عادي. كيفاش كتجي؟ كتجي بحال مشنفه، كتجي زوينه، وممكن انكم تعمروها بالعقيق. كنتمنى هذا الدرس هذا ينال اعجابكم وتستفدوا منه، والى فيديو اخر ودرس جديد ان شاء الله باذن الله، ما تتم ديال هاد الوريدات هادو ان شاء الله باذن الله.